مرحبا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم نط الحبل. النهارده ممكن الفيديو الرابع او الخامس عن السايد سوينج اللي هي المرجحه الجانبيه، نفس ما انت شايف في الفيديو. ممكن السايد سوينج تستخدمها في حاجات كتير جدا، قلت عليهم في الفيديو اللي فات انك ممكن تدي لنفسك ريست او تدي لنفسك راحه اثناء التمرين، والراحه دي بتكون نشطه مش انك بتعمل فول ستوب او انك بتتوقف كليا عن الاداء. فالسايد سوينج اول مهمة ليها انك تدي لنفسك راحة. والسايد سوينج ممكن زي ما قلت تستخدمها انك تنهي حركة وتبدأ حركة جديدة لما تحب تعمل مهارات اكتر من مهارة وتحب انك تنوع فيهم. فالسايد سوينج زي بتكون نفس الترانزيشن في الفيديو، ان هي بتنقلك من نهاية حركة لحركة جديدة. السايد سوينج في منها انواع كتير وشرحتهم كلهم في فيديوهات منفردة، هحط لك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن. اول نوع هو السايد سوينج العاديه اللي هي النورمال سايد سوينج، وانا بفضل ان انا ابدا يمين وبعدين اروح يسار وبعدين بقى اعمل فتح وجمب. على حسب انت ما بترتاح، ممكن تبدا يسار وبعدين يمين وبعدين تعمل جمب، ممكن تعملها مرتين او ثلاث مرات ورا بعض والاداء بيكون بتاعك فيها ابطا شويه. في الدبل سايد سوينج، الدبل سايد سوينج شكلها ممتاز، يعني بتديك شكل معقد شويه في التمرين لكن انها بسيطة وسهلة، ولازم تفهمها، لازم تفهم حركة الايدين عشان تعرف تأديها. فالسايد سوينج لها حاجات كتير جدا، وفي منها برضو نوع اللي هو الوان هاند وان ارم سايد سوينج، برضو ممتازة ان هي بتديك راحة وممكن تعمل منها حركات كتير جدا. نفس 360 انك تعمل لفة كاملة حوالين الجسم نفس ما انت شفت في الفيديو تقريبا، بس التانية بتكون بدراع واحد. فحاول انك تتقن السايد سوينج، حاول انك تستخدمها في كل اشكالها، يعني تعمل ريست وانك تنهي حركة وتبدأ حركة جديدة. هحط لك اللينكات بتاعت الفيديوهات بتاعت السايد سوينج كلها في الديسكريبشن، وأرجو منك انك تحاول انك تدخل جميع المهارات اللي انت تعلمتها مع السايد سوينج، يعني تعمل ستاندر جامب بعدين سايد سوينج، ممكن تعمل دبل اندر بعدين سايد سوينج، ممكن تعمل لانج بعدين سايد سوينج او سكوات او اي مهارة. حاول انك تحط تارجت ليك وحاول انك تحط هدف، وقبل ما تبدأ تمرين حاول انك تكتب كذا مجموعة يكون من ضمنهم السايد سوينج عشان تعرف تستخدمها استخدام امثل في التمرين. فالسايد سوينج مهارة مهمة جدا ولازم تتعلمها بكل انواعها، لانها تريحك وهتديك شكل جميل جدا في التمرين. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، وارجو انه يكون سهل وبسيط، ولو في اي اسئلة خلوها تحت في التعليقات، وارجو منكم انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، وارجو انكم تشوفوا الفيديوهات في البلاي ليست اللي هي بتاعت تعليم نط الحبل، لان انا مرتب الفيديوهات بالترتيب، يعني من المهارات السهلة او من المهارات الاساسية وبعدين المهارات اللي هي بتيجي معقدة ومحتاجة تركيز ومحتاجة مجهود اكبر. فارجو انك لو لسه مبتدئ في نط الحبل روح للبلاي ليست وشوف الفيديوهات بالترتيب عشان تتطور وتكون العملية سهلة عليك. شكرا ليكم، وانتظرونا في الفيديوهات الجايه.